السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في قناتكم، قناة المهندسين الوطنيين. في البداية بحب أشكر كل الناس اللي بتتفاعل معانا، وياريت أي حد يشوف الفيديوهات بتاعتنا يعمل لنا سبسكرايب للقناة ويضغط إعجاب للفيديو ده إن شاء الله. إحنا دلوقتي موجودين في العاصمة الإدارية الجديدة، ده مسجد الفتاح العليم، في ظهرنا التجمع الخامس. دي يعتبر أول بنزيمة أو محطة وقود تشتغل في العاصمة الإدارية الجديدة. يعني العاصمة بدأت تشتغل، في لسه بدري شوية، لسه شوية على ما التجهيزات تتم، بس العمل قائم على قدم وساق. الدنيا ماشية كويس خالص على فكرة، الدنيا فيه شغل كتير جدا. قصاد مننا كده، مش عارف كام هتجيب ولا لا، الحدائق المركزية اللي احنا المنطقة اللي احنا ماشيين قصادها دي كلها كده هتبقى حدائق المركزية وشغالين فيها بس، وان شاء الله هعمل لكم حلقة مخصصة ليها. لو احنا ماشيين على الطريق التاني بتبقى ظاهرة قدامنا كويس خالص على فكرة. يعني لو انا ماشي على الطريق التاني ده في اتجاه التجمع الخامس بتبقى الصورة واضحة خالص، والطريق بتبقى الحدائق باينة ان احنا في ناس شغالة، يعني في ناس شغالة تحت. قصاد مننا المنطقة اللي هي الصحراء اللي على ايدنا اليمين دي كلها تبقى منطقة الغرفول. هما تقريبا منطقة الغرفول لحد دلوقتي في ناس كتير سألتنا، منطقة الغرفول لسه لحد دلوقتي اللي عامل فيه يعني مش شغال قوي يعني، بس عندنا جنب الغرفول كومباوند لفيستا على ايدينا، بعد منها على طول بشويه في الار 5 هناك، هي ظاهره في الصوره عندنا. دي بقى مشروع الحدائق المركزيه، اهو بدا الصوره تظهر من هنا، ممكن تظهر شويه، ناس كتيره خالص شغاله فيه، شركات كبيره شغاله فيه. عندنا شركه اوراسكوم، ده القطاع الخاص بشركه اوراسكوم. بعد منها قبل منها كان في المقاولين العرب في القطاع اللي قبل منها، بعد منها في شركه طلعت مصطفى، شركات وطنية وشركات عملاقة، شركات مشغلة آلاف العمال المصريين والمهندسين المصريين. كل الطريق اللي احنا شايفينه قصادنا على ايدنا الشمال ده هتبقى منطقة الحدائق المركزية أو النهر الأخضر. قدام مننا مسجد الشهيد رقم 1، بعد مسجد الفتاح العليم في مسجد الشهيد 1، مسجد الشهيد 2، مسجد الشهيد 3، لحد حي المال والأعمال. ده كده احنا هنا، ده قطاع طلعت مصطفى في الحدائق المركزية. طبعا زي ما قلت لكم قبل كده، انا ما بحبش اجمل الصوره، ما بحبش اصور في المناطق اللي شكلها كويس بس، لا انا بصور الصوره على الطبيعه عشان تطلع على الطبيعه وتشوف والناس تشوف الوضع عامل ازاي وهيبقى عامل ازاي بعد كده، عشان الناس لما نيجي نقارن بعد كده الناس تحس ان في مجهود اتبذل والناس تحس ان في شغل اتعمل هنا في المكان. زي ما انتم شايفين كده، ناس واقفه وناس شغاله في كل مكان. قصاد مننا هنا دلوقتي الحي الخامس ار 5 او جاردن سيتي الجديد. هنا ده مسجد الشهيد رقم 1 على تبه عاليه هنا اهو. طبعا لو رحت عنده هتبص تلاقي الحدائق المركزيه تحت منه على طول، في يعني مسافه او ارتفاع عالي بينها وبين الحدائق المركزيه. ده كده منطقه الار 5 جاردن سيتي الجديده. اللي في الصوره هناك ده كومباوند اسمه كيباروز، ده قصاد الحي السكن الار 5. ان شاء الله برضو هنبقى نصوره كده باذن الله ان شاء الله. زي ما انتم شايفين كده احنا على فكره ماشيين، نسيت اقول لكم ده اسمه محور بن زايد الجنوبي. قصاد مننا الناحيه الثانيه كده منطقه الار 1، قصاد مننا اللي هي العمارات البيضاء اللي في الناحيه الثانيه دي، وفي سور ازرق الناحيه الثانيه، ده شينكو كده، سور ازرق شينكو معمول بالصاج. السور ده خط سير المونوريل، والمحطات بتاعه المونوريل بيجهزوا فيها، يعني المونوريل اللي هيجي من 6 اكتوبر يعدي على التجمع ويخش العاصمه الاداريه، ده الخط السير بتاعه هيبقى قصاد مننا كده على بن زايد الشمالي. طبعا في ناس يعني معترضه على تسميه بن زايد الشمالي وبن زايد الجنوبي. اولا الامارات العربيه المتحده دوله شقيقه ودوله محترمه، ووقفت مع مصر كتير في المحن، ومصر برضه بتقف معاهم، يعني احنا ما ننساش دور مصر برضه مع الدول العربيه كلها، واحنا يعني بنحب الامارات والامارات بتحب مصر، فعادي كلمه ان احنا نسمي شارعين او طريقين رئيسيين في العاصمه باسم الشيخ محمد بن زايد، فده حاجه عاديه يعني، وده حاجه مش يعني مش بعيد عن مصر، لا ده حاجه عاديه خالص، فمحدش يزعل منها. زي ما انتم شايفين كده، ده كده النهر الاخضر او منطقه الحدائق المركزيه، في شغل اهوت بدا يظهر عندنا هنا، لان احنا المكان اللي احنا فيه ده مرتفع شويه. يعني ان شاء الله في خلال شهور انا كنت مصور فيديو قبل كده في نفس المكان ده، كان ما كانش فيه اسوار معدنيه، ما كانش فيه مباني خرسانات ظهرت كده، يعني ممكن الناس ترجع ليه وتشوف برضه. يعني انا بحاول اصور كل فتره كده اعمل تجديد
واصور واشوف احد اخر المستجدات في المكان دي كلها. خرسانات بدأت تظهر اهوت. طبعا المكان هيبقى فيه كافتريات ومطاعم ومتنزهات وحدائق كبيره جدا للناس كلها على فكره، يعني المكان هيبقى مفتوح للناس كلها، مش هيبقى مقتصر على سكان العاصمه بس. في ناس تانية سالتنا على موضوع المدارس في العاصمه الاداريه، هيبقى في مدارس حكوميه ولا لا، ولا كله انترناشونال؟ لا، في معمول حساب 42 او 44 مدرسه حكوميه واقع حي في كل حي ساكن مدرسه ثانوي. في كل حي هيبقى فيه مدرسة ثانوي، هيبقى فيه أربع مدارس تعليم فني في العاصمة الإدارية. ده بخلاف طبعا الجامعات الخاصة والمدارس الخاصة الانترناشونال كتيرة جدا اللي تبقى موجودة في المكان. يعني زي ما قلت لكم هيبقى فيه 42 أو 44 مدرسة حكومية في المكان هنا. ده ظهر قدامنا الحي الساكن R6، ده كده الحي الساكن R6 على إيدينا اليمين أهو، كده قدام مننا الحي السكني R5، قصاد مننا الناحية التانية الحي السكني R6. اللي احنا واقفين فوق منه ده محور الأمل، ده محور الأمل. يعني الكوبري اللي احنا واقفين ده، الكوبري اللي احنا واقفين منه فوق منه ده، وتحت مننا في نفق كبير جدا، ده محور الأمل اللي هو بيربط، اللي هو رابط العاصمة الإدارية الجديدة بطريق السويس، اللي هو قاطع العاصمة الإدارية ما بين الحدائق المركزيه بدات تظهر اهو في الصوره. في حاجات بدات تظهر كده عاليه. طبعا لسه في شغل كتير لسه هيتعمل في المكان. قدام مننا كده منطقه الابراج والايقوني، النهارده او امبارح تم صب الدور ال 53 في البرج الايقوني. طبعا في برج من ضمن الابراج بارتفاع 180 متر تم الانتهاء من واجهات الزجاجيه بتاعته، وهنروح نصوره دلوقتي ان شاء الله. يعني احنا دلوقتي هنروح نصوره باذن الله تعالى. هنمشي دلوقتي ماشي لحد منطقه الابراج او الحي المال والاعمال والبرج اللي هيكون ان شاء الله كده، وهنشوف اللي قدامنا المسجد اللي قدامنا ده، مسجد الشهيد رقم 2، وبعد منه مسجد الشهيد رقم 3. مسجد الشهيد رقم 3 ده قصاد منه او بعد منه على طول الجامعه الالمانيه اللي في الصوره هناك دي الجامعه الالمانيه. فانا ان شاء الله هنروح دلوقتي ونصور على الطبيعه هناك ونشوف. زي ما قلت لكم قصاد مننا كده منطقه الحدائق المركزيه بدا في شغل كتير يظهر اهو. عندنا الحي السكني الار 2 والار 3 قصاد بعض، هيبقى بينهم محور الامل وبينهم منطقه الام يو 23. محور الامل ده جاي من طريق السويس، بيمر من جنب سور مدينتي مباشره. في بوابه لمدينتي على السور ده على المحور مباشره. اقرب منطقه لمحور الامل في مدينتي هتبقى منطقه البي 12. عندنا بعد كده بيمر على مدينه المستقبل. قدام مننا ده مسجد الشهيد رقم 2 زي ما قلت لكم، ده مسجد اهو، حاجه تحفه بصراحه وحاجه جميله جدا. دي تاني بنزيمه هنا في المنطقه اهي، تتم الانتهاء منها ان شاء الله قريب خالص، ممكن خلال الاسبوع بالظبط تكون اشتغلت. في ظهرها على طول الحي السكني R6، حي السكني R6. دي طبعا موسيره اهي خاصه بالصرف والميه. عندنا كده الحدائق المركزيه اهي بدات تظهر هنا الصوره، في زراعات بدات تبان كده وفي اشجار بدات تبان. زي ما قلت لكم احنا دلوقتي قصاد حي المال والاعمال ومنطقه البرج الايقوني. امبارح اعلنوا ان هم تم الانتهاء من صب الدور 53 في البرج الايقوني. في مبنى زجاجي تم الانتهاء من استكمال الاعمال، الواجهات الزجاجيه للمبنى هنا او برج من الابراج الموجوده، هنشوفه دلوقتي وهنصوره.
باقي الابراج شغالين في الواجهات الزجاجيه بتاعتها. احنا كده قصاد الحي حي المال والاعمال، بعد منه على طول في الجامعه الالمانيه. لو احنا كملنا على بن زايد الجنوب زي ما احنا ماشيين كده على طول، هنروح حي المستثمرين والكاتدرائيه. حي المستثمرين طبعا على موجود على بن زايد الجنوبي، موجود كومباوند سيليا هناك من التاون سولو، في كذا منطقه، في كذا كومباوند موجود هناك. ده كده برج الايقونه بدا يظهر قدامنا كويس اهو. نحاول نركن على جنب كده ونصور. انتوا شايفين الشكل كده قدامنا دلوقتي، بيعملوا الواجهات الزجاجية اهو. انتوا شايفين كده الاف العمال والله شغالين هنا، الاف يعني الاف مؤلفة من الناس شغالة هنا وفي بيوتها مفتوحة من المكان ده. مش عارف الصورة هتبان من هنا ولا لا. في البرجين دول كده في الجنب دول، فيهم البرج اللي على اليسار اللي على الشمال ده اللي تم الانتهاء من تركيب الواجهات الزجاجيه بتاعته. البرج الثاني الملاصق له او التوأم بتاعه ده ان شاء الله ينتهي قريب خالص. نحاول نلف ونجيبه كده من اي زاويه تانية. طبعا ده البرج الايقوني قدامنا اهوت، وصل للدور 53. ارتفاع البرج ده يبقى 385 متر. طبعا في ناس بتسالنا عن برج اوبليسكو اللي كان مقرر من شركه عماره انها تعمله. طبعا ده كان على اساس ان شركه عماره اللي هتنفذ حي المال والاعمال، لكن الشركات الصينيه اللي خدت المشروع نفذت برج الايكون. ده مسجد الشهيد رقم واحد، ده مسجد رقم واحد. قدام مننا بقى تظهر الجامعه الالمانيه كده. هنلف وهنرجع تاني في اتجاه التجمع الخامس. يا ريت لو حد عنده اي استفسار عن اي او اي سؤال عن اي حاجة، احنا متأخرش عن اي حد، اكتبوها في التعليقات وان شاء الله هنتواصل معاكم باذن الله تعالى. ما تنسوش بقى لو حد لو عجبكم الفيديو لايك، مش هقعد كل شويه اقول الكلمه دي. لو شفت الفيديو يا ريت تشارك معانا، تشارك الفيديو معاك او تخلي اصحابك كلهم يشوفوه. وما تنساش تعمل سبسكرايب.